أعلنت وزارة التموين أنها أنشأت خلال العامين الماضيين مناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة وبإجمالي استثمارات تقدر ب 49 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق حوالي 400 ألف فرصة عمل. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 2,600,000 مريض تلقوا العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2018 وبتكلفة بلغت 8,400,000,000 جنيه مقابل 2,500,000 مريض في 2017، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 37.2% في تكاليف العلاج. أعلنت وزارة الإسكان بدء تسليم وحدات مشروع الإسكان المتميز بمدينة العالمين الجديدة الشهر المقبل، حيث سيتم تسليم وحدات ب 33 عمارة في الفترة من 5 من يناير من 2020 وحتى 3 من مارس 2020. احتل مترو أنفاق القاهرة المركز رقم 35 كأطول خطوط المترو بين 114 مدينة على مستوى العالم. وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن مترو الأنفاق يقدم الخدمة ل3,500,000 راكب بعدد رحلات يقدر ب 1662 رحلة يوميا. يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي الخميس أولى الرحلات القادمة من بريطانيا وعلى متنها 168 راكب، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن مدينة السلام. هو القرار الذي استمر لأربع سنوات، ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيا حتى شهر مارس 2020. زار لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز المتحف المصري بالتحرير. الزيارة تضمنت آثار الدولة القديمة وآثار يويا وتويا والملك صغير توت عنخ آمون وقاعة المومايات الملكية. اختير محمد صلاح جناح منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ضمن القائمة النهائية لجوائز كرة القدم العالمية لأفضل لاعب في العالم. يأتي صلاح على رأس المرشحين للجائزة، ينافسه كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح برشلونة الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الشتاء يبدأ جغرافيا يوم السبت المقبل 21 من ديسمبر، محذرة من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة. أهابت الهيئة بالمواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.